مباشرة إذن أنطلق مع هذا الاتصال من رئيس حكومة تصريف الأعمال دولة الرئيس نجيب مئاتي. دولة الرئيس مساء الخير. مساء النور لضيوفك الكرام. يا هلا. دولة الرئيس، بعد حوالي 24 ساعة أو أكثر شوي حكومتك ستستلم الفراغ الرئاسي يلي رح يبدأ بمنتصف ليل غد عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية. وسط كل الكلام يلي قيل في هذه الأيام الأخيرة، تبدو ما زلت عند كلامك إنه عنوان المرحلة هو عدم التصادم مع أحد، ولكن في كتاب توجه به رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، في ناس عم بيهددوا بفوضى دستورية بأنه حكومتك هي غير ميثاقية وإلى ما هنالك. هذا هو التصادم بحد ذاته، ماذا تقول؟ بداية ما في، ما بحب أقول كلمة فراغ، ما في شيء اسمه فراغ، الدستور لا يسمح بفراغ، في شغور صار بمركز الرئاسة وصار هالشيء، أنا متأسف لأنه هالشيء صار، ما صار انتخاب رئيس جمهورية، ففي حال الشغور الدستور واضح بأن الحكومة من مجلس وزراء بياخذ مكان رئيس الجمهورية لحد حين بأي علة كانت لحين انتخاب رئيس جمهورية جديد. فبالتالي اليوم نحن أمام هذا الواقع، وأمام هذا الواقع نتحمل مسؤوليتنا كاملة بدون أي انتقاص بعملية إدارة شؤون البلد وخدمة المواطن. هذا أنا عم أقوله اليوم، كلام قالوا إيه وقلت لنا وقال تألف حكومة ما تألفت حكومة، والدستور بيقول هيك والدستور بيقول هيك. أنا أسأل، ما هو النفع؟ النفع هو أن نخدم هالناس ونقدر نعمل شيء في هالوقت اللي نحن موجودين فيه بكل إخلاص. وأنا على يقين ومتأكد أنه كل الوزراء، كل الزملاء الوزراء الموجودين معي بالحكومة هم بنفس الحس الوطني، والمصلحة الوطنية العليا هي تتغلب على كل شيء. لا لست بوارد تصادم ولا بوارد انه من مزيد من عرض العضلات على احد، ما حدا حابب يسمح هالشيء. بس فخامة الرئيس ارسل رسالة الى المجلس فيها طلبات من نوع الاعتذار عن التكليف او نزع التكليف او اصدار مراسيم التشكيل، ونشهد ان بلغنا، يعني هيك فحوى الرسالة، وحضرتك رديت برسالة ايضا. هو من أول يوم فخامة الرئيس غير رغبان بأني أنا أتكلم في رئاسة الوزراء، ويا ليت فخامة الرئيس كان عم يتصرف كرجل حكم بين اللبنانيين ولكل اللبنانيين. فخامة الرئيس عم يتصرف ويقول أنا بدي أغير، وحتى بخطاباته هلا إنه ما بيخلينا لوزرائنا، هن في وزراء لإله وزراء مش لإله، إنه له أنا والحكومة كلياتها تبع رئاسة الجمهورية، ونحن نتعاون مع فخامة الرئيس ونحن على علاقة مع فخامة الرئيس. فخامة الرئيس خلصت الست سنين ومنه مقتنع انه هو رئيس كل لبنان، هو ليس رئيس فريق، رئيس كل لبنان، هو فخامة رئيس كل لبنان، وكل هالاقناع اللي عم بصير هو لسوء الحظ دائما بحط نفسه بموقع كانه هو لفريق ضد فريق اخر. نحن ما انا شخصيا يعني بقول لك صراحه، يا ليتني لم اكن بهذه المرحله، وانا عم بجي اقول صراحه انا مش عم جرب اخذ محل حدا، ولا بريد اي استفزاز لاي فئه واي مفوض لبناني. ونحن هدفنا ومن هون ببين من يريد الخير للبلاد ومن يريد الشر للبلاد. انا اريد الخير باذن الله، ومن حسب نياتكم ترزقون، حتما ان شاء الله يكون نقدر نسير الوضع بطريقه صحيحه لحين انتخاب رئيس جمهوريه، واتمنى ان تكون هذه الفتره اقصر ما يمكن لانتخاب رئيس جمهورية. فخامة الرئيس اعتبر انه حضرتك لا تريد تشكيل حكومة، وباخر زيارة لإلك قال لك انه طلب منك تعال شكل حكومة وانا ناطرك لاخر الليل، فقال قمت فليت ويمكن رحت على اليخت عملت كزدورة. ايضا يقول الوزير جبران باسيل من على منبر بكركي انه وكأنه في نوع من المؤامرة من قبلك ومن قبل الرئيس بري للسطو او للسيطرة على الموقع الرئاسي الاول في البلد. استجار ما حادخل هلا بهالمدافع القصيره بالكلمه الآن والايد، قال لي وقلت له وقال لي تعا وروح تعا، بس هذا كلام صادر عن رئيس جمهورية دولة الرئيس، يعني هذا مش له، يعني رئيس جمهورية عم يحكي، بس هو بيعرف انه لا قال لي تعا لا قال لي رجع، ولو كان في شاهد معنا انطوان شقير خليه يسال اذا قال لي رجع عشيه وعنده حكومه. على العكس قلت له جيب الحكومه هلا مثل ما هي، جيب لحتى نطلعها. قام قال لا بدنا نفكر بالموضوع. قلت له خير ان شاء الله،
وحمد حملت حالي وقمت، بقى ما بدي ادخل دخيلك، لا بدي ادخل بجدل، لا بدي ادخل لا بقال ولا بايد، مش نحن يعني مثل ما بيقولوا بال 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 عم نحكي مع بعض مع فنجان قهوه، موضوع موضوع متعلق بالبلد ومطروح. هو بيعرف انه بالاساس انا اكثر جديه اول مره خلال ثلاث ايام بعد تكليفي انا قدمت تشكيله الحكومه، ومسك تشكيله الحكومه وقراها وقال لي مين فلان ومين فلان وان شاء الله خير وبرجع لك. هاد رجع على الورقه اللي انا قدمتها تبع تشكيله الحكومه. بقى رمي الاتهامات مع احترامي الكامل لفخامة الرئيس، وانا بقول لك بحب احترمه امبارح واليوم كرئيس جمهوريه وبكره وتخلص المده، يبقى رئيس ويبقى رمز في لبنان، ولكن لا اريد ان ادخل بالقال والايد رجاء. طيب رغم انه عم بتقلي دولة الرئيس ما بدك تدخل بالردود وبالقال والايد، ولكن في معلومات، يعني في نواب عم بيقولوا معلومات معينه، من بيناتهم مثلا نائب التيار جورج عطله بيقول انه حزب الله ابلغوك انه لازم تعمل حكومه وما قادرين هن يكفوا هيك، وممكن يصير في حكومه بعد بهاليومين، هل في شيء منه هيدا؟ هل حزب الله ابلغوك هذا الكلام؟ الحديث اخر 42 ساعه ما صار شيء، قبل نعم كان في حديث في وسطاء من اجل تشكيل حكومه، وفشلت كل هذه الوسطات ووصلنا لحيط مسدود. تبدو واثقا دولة الرئيس بكلامك يلي ورد بنشره اخبار الجديد بمقدمه الاخبار انه الوزراء الخمسه يلي قرروا المقاطعه، يعني عم بتقول حضرتك انه بعد الثلاثه خلينا نشوف، يعني قد لا يظلوا على رايهم، ولكن يعني هن يبدو انه مقاطعين، شو البديل ساعتها؟ يعني قلت حضرتك خليهم يطلبوا اعفائهم. حتما حيلقوا بتصريف الاحمال اعمال بوزاراتهم. هو طلب منهم انه مقاطعتي في حال الدعوه الى مجلس وزراء. انا لن ادعو الى مجلس وزراء، انا ساصرف الاعمال كما اصرفها الان، ولن ادعو الى مجلس وزراء الا اذا في ضروره قصوى وفي مصلحه لبنانيه عليا تقضي بعرض مجلس وزراء، وما حاقر مجلس وزراء الا ما اتشاور مع كل مكونات الحكومه. انا مش راغب مشاكل، بكفينا اللي فينا، خلينا نعمل اللي علينا ودون فعل مشاكل جديده من اللبنانيين باشياء بلا بعض. طيب في حال يعني طلبوا اعفاء من مهامهم، يعني ممكن يتعين مكانهم او ممكن يتصرفوا بوزاراتهم الوزراء بالوكاله، يعني شو بيكون الحل؟ انا مثل ما كنت حريص انه يبقوا معي لتشكيل حكومه جديده، انا حريص جدا عليهم، وهن اعزاء على قلبي، وهن حيبقوا بالحكومه وحنبقى نشتغل سوا، وحتما ما في يكون في اي مشكله بيني وبينهم، وهن بيعرفوا هالشيء انه علاقتي معهم علاقه ممتازه، كعلاقه اخوه وبنفس الوقت كعلاقه بتجمعنا المصلحه الوطنيه. ليش بكره مصطحب معك وزير التيار وليد فياض وزير الكهرباء على الجزائر؟ وزير الكهرباء وفي وزير عبد الله ابو حبيب طبعا كوزير خارجيه حيكون معي بالوفد الرسمي بحضور المؤتمر القمه العربي، ولكن وزير فياض مصطحبه لحتى اذا بدنا نحكي بموضوع التوريد لشور اويل للكهرباء، انه لانه هو الوزير المختص ان نفتح باب للحديث بهذا الموضوع. بس هو كان في مشكله وقتها، كان بده يروح على الجزائر ومنع، يعني منع من الروحه على الجزائر قبل ما يتم الاعتذار من الجزائر بالنسبه للموضوع اللي صار حول الفيول. هل انحلت المشكله؟ هلا ان شاء الله وجودي هنيك بركي بسعى مع فخامه الرئيس هنيك ومع الرئيس الوزاره لحتى نقدر نجرب نحل هالمشكله. طيب دولة الرئيس، يعني بعرف انه وقتك مضغوط وهيدي مداخلة مقتضبة عشية سفرك الى الجزائر، ولكن اذا بدنا نقول بختام هالامر هيدا، قلت انه اذا كان في مصلحة لاجتماع وزاري سوف يعقد هذا الاجتماع، واذا كان في طلب او اذا كان في امر ملح، يعني ما هو الامر الملح يعني اللي قد يدعوك الى الدعوة لمجلس وزراء؟ لكل حادث حديث اذا في عندي اشياء اساسيه لتفسير تنطلق بالتفسير امور الدوله حتما حاطلب، مش عم بقول هلا تعيينات او عم بقول شغلات معينه، شغلات تفسير امور الدوله، لانه انا اليوم صرنا ست اشهر نحن عم نسير امور الدوله، في مراسيم كثيره صدرت بيني بتوقيع من فخامه الرئيس ومني، فالدستور بيقول انه مجلس وزراء وضع عن فخامه الرئيس، فبالتالي يمكن احيانا اذا في مراسيم ضروريه للوزراء ان كانت متعلقه بامور
ماليه او امور متعلقه بالجيش او متعلقه بالصحه او متعلقه بالتربيه، يعني في اشياء اساسيه بدنا اياها. انا ساعتها بتشاور مع الوزراء وبدعي مجلس الوزراء وبعمل واجب اللي هو بينطلب مني، واجبي الوطني وضمن الدستور طبعا، ودون تجاوز احد ودون تحدي لاحد. نحن موجودين لحتى نخدم هالموضوع. وبرجع بكرر وبقول يا رب دعائي ان تكون هذه الفتره اقصر ما يمكن وانتخاب رئيس جمهوريه اسرع ما يمكن. شكرا لك دكتور رئيس نجيب ميقاتي على هذه الاطلاله. شكرا لك، يا هلا فيك. شكرا لك.